نحن الآن في مدينة كفر تخاريم غربية إدلب في أحد أقدم الأزقة في المدينة. هنا يوجد مهنة من أقدم المهن في هذه المدينة لدى العم أبو أحمد. لنتابع القصة. جهاد العرج أبو أحمد من مدينة كفر تخاريم يشتغل هون بتصليح الساعات. اللي هون محلي أول السوق المسؤوف بلد أقدم أسواق المنطقة. سوق تراسي ولي بهالمصلحة الحمد لله رب العالمين حوالي 40 سنة. يعني من نعومة أظافر اللي نقوله إن أنا بهالمصلحة واشتغلت بكل أنواع الساعات، مر ساعات الربط للأوتوماتيك، ساعات اللواح، بعدين ساعات البطارية. يعتبر أبو أحمد من أقدم العاملين بمهنة تصليح الساعات أو الساعات، إذ يقصده الكثيرون من منطقته وحتى المناطق المجاورة والبعيدة. اشتغل بكل انواع الساعات. هاي المصلحه انا كانت لي سوسي وقت ما كنت صف السابع ثامن بال 82 بشتغل بالمصلحه ومتابع فيها لحد الان الحمد لله رب العالمين. والحمد لله هون المنطقه كلها يعني بريف كفر تخاريم والمنطقه ادلب الغربيه كلها معروفه انا، وبيقصدوني من كل محل، من دركوش ومن سقات من سلقين من ادلب، احيانا بيجوا عندي مشان يصرفوا ساعات. انا عندي قطع، يعني عندي ساعات مستعمله بفك من قطع عند اللزوم. يعني احيانا نحن عندنا صعوبه انه ما بنلاقي القطع الجديده بالمصلحه، فانا عندي الحمد لله عندي قطع وبجيب عندي انواع البطاريات كلها، كل الامور عندي الحمد لله. فانا بشتغل بالمصلحه والحمد لله رب العالمين. المصلحه ان ما غنت تستر، وانا المصلحه بحبها. يعني انا لها سوسي فيها، يعني انا وقت بمسك ساعه وبفكها وبركبها بحس بمتعه، كيف الرياضي وقت بيلعب رياضه بحس بمتعه، وانا بحس بمتعه بالمصلحه. هي مصلحتي من صغاري والحمد لله رب العالمين عايشين من وراها الحمد لله. صعوبات هون عندنا اغلب هناك انه تامين قطع الغيار، قطع الصيانه احيانا بنلاقيها صعبه لما نجيبها، فاحيانا بنشتري جديد احيانا بنفك من مستعمل من ساعات مستعمله، شيء نمشي الامر والحمد لله رب العالمين. لا زالت مهنه الساعات تحظى باهتمام كبير لدى ابو احمد، فهذه المهنه يعتبرها تراثا ويعمل على الحفاظ عليه، فيعد ابو احمد أقدم ساعاتي في ريف إدلب. عندي يعني أنا بشتغل ساعات الربط اللي ما ظل حدا يشتغل فيه، مثلا مثل هي الساعة، ساعة عمرها حوالي 80 سنة، ساعة نسائية ظرفها طبعا ذهب، هي أوتوماتيك سويسرية، هي ربط، وهي كمان ربط سويسرية عمرها حوالي 85 سنة والحمد لله رب العالمين وماشي حاله. هلا حتى ساعات البطارية بشتغل فيهم، ساعات الديجيتال كله بشتغل فيه الحمد لله. يعني ما بيصعبني شيء بالساعات، هي مصلحتي ما يعني ما عندي شيء غير هالمصلحة والحمد لله رب العالمين عايشين منه. اول شيء اول ما كنا نشتغل كنا اشتغلنا بساعات اوتوماتيك، ومن الاوتوماتيك كانت اسهل من الربط، بعدين اشتغلنا بالربط. اجت فتره بعدين انتقلنا ساعات البطاريه، ففي منهم اجوا كانوا دمج بين الاوتوماتيك والبطاريه مدموجات مع بعضهم، اشتغلنا فيهم، بعدين صرنا نشتغل ساعات البطاريه، بعدين ساعات الديجيتال الرقميه، ولحد الان عم نشتغل. يعني كان ساعات حيط وكان ساعات ايد، بكل انواع الساعات الحمد لله بنشتغل. الخبره هي كانت عندي بزمان يعني شبه سوسه، فانا بصف السابع امي الله يرحمها اشترت لي ساعه، وانا كان عندي سوسه فك الساعه اخربها تخرب معي، روح عند مصلح يصلحها قدامي، انا اشوف ايش اشتغل، ارجع البيت افكها واشتغل مثله، رد تخرب واشتغل عنده. قام قال لي تعالي كل ما بدك شغله هالموضوع تاع عندي لا تشتغل لحالك. هو زلمه كان اختياره بيقربني قرب بعيده، فانا اروح لعنده ابرق عنده السله وتعلمت منه وصار لي رغبة. وقت اللي قربت الوفاة لهالزلمة قام بعت لي وبيقربني من قرب بعيدة، قام اعطاني العدة اللي عنده من بيناتها هاي العين. انا هاي العين ما بعرف تاريخها، بس هاي العين عندي من 84، هاي للتوضيح من 84 هي عندي العين. هاي العين احيانا الحين الساعة ما بنطصها على القريب، فهي بنحطها هيك وبنطلع بالساعة بنشوف الساعة على بعد 4 سنتي بشوفها بوضوح تام. يعني على هالقرب بنفك ومركب على هالقرب، خاصة هي مشان شغلة البندون الرقاص ودولاب التشلخ والشاكوش، هو بدهم عين لحتى توضح فيهم إذا في سن مكسور أو إذا في سن شيء. ونحن بزماننا كان وقت نصلح ساعة أحيانا بعد ما إذا ساعة صعبة لحتى يخف الأجر بالسوق نبرك على العربة نشغل بعمل بريك شاي وشغل على أم كلثوم وبرك فك الساعة كلها. هلا ما ابدا الساعات الحديثه ما ابدا التقنيه، يعني الساعه الحديثه اغلبهم ما عم نشيل الماكينه مثلا بنفكها كلها بنحط ماكينه جديده،
في لهم ماكينات صار جداد. بس احيانا بيجي واحد لسه عنا هون بالبلد، عنا هون منطقتنا في منطقه الساعات، لحد الان بيحبوا الساعات الاوتوماتيك، يعني بيحبوا الساعات القديمه، بيقول لك هي مع زمان جدي مع زمان ابوي ما بده ما يكبوها، فبيجوا بيصلحوها. هي بتعذبنا لحد الان، مثلا مثل هي هلا هي ساعه اورينت يابانيه، يعني هي عمرها شيء حوالي 50 سنه، فلحد الان مصلح منهم كان اوتوماتيك او رقاص. هلا هي بتعذبنا شوي، والباقي الساعات الحمد لله رب العالمين يعني ما في شيء بيعذب. اول الساعه كانت ساعه احيانا راتب موظف شهرين ثلاثه رح تشتري ساعه، كان ساعات غاليه كثير، فالانسان كان كثير ساعه عزيز عليه. اذا انت يمكن بتتذكروا الكبار بيتذكروا انه استاذ مدرسه كان يضرب الطالب كف، اول شغله يشلح الساعه من ايده حطها على الطاوله يضرب 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 طالب يرد يلبسها. كان الساعة عزيزة، يعني لا يتغسل فيها ولا يسبح فيها، وإذا أي مشوار مجهد يشلح من إيده، بيقول لك هي ساعة، مثل الساعة هي، هي فيها دقة. بينما الآن هلأ بيشتروا الساعة بيلبسوها بالمي والسبيحة، بتخرب بكبوها، صار سعرها يعني بتناسب مع الدخل ما هو غالي. بينما أول ساعة بحق فدان زيتون، أنا بعرف كثير خلي بيجوا عندي يقول لي أنا هي الساعة بعت فدان زيتون شريتها. فدان زيتون. يعني دنومين زيتون ببيعوها مشان يشتروا ساعة هلأ، كان أول. هلأ اليوم الساعة الكويسة الكويسة مثلا ما حقها هالمبلغ هذا. لا هلأ بالنسبة للتصليح هلأ حاليا بالساعات الحديثة أسهل من أول. بس اللي أنا اللي اختلفت ما هني، أنا النظر تبعي ضعيف. فصار يعني كتير أحيانا بتضايق بالتصليح. أو بينما أول أنا فك الساعة أنا واقف بدون أي جهد نظري. يعني بدون ما أجهد نظري. بينما هلأ أحيانا نظري بشوي بيجعني. اي كثر استخدام العين، كثر استخدام الدقه بالنظر، هذا الشيء بياثر على العيون. بالنسبه للهواتف اللي طلعت، الهواتف الذكيه واللي فيها ساعه، في كثير شباب بطلوا يشيلوا ساعات، خاصه في مدن بطلوا يشيلوا فيها ساعات نهائيا. لكن احنا منطقه ارياف ومنطقه زراعيه، وقت بيطلع على البساتين او الحقول ما بياخذ معه الموبايل، فبده ساعه، كان مشحل فلاح كله هذا بيلزم الساعه بايده. فنحن عندنا مناطقنا شغال الساعه اكثر من غير معطي، خاصه المدن، بالمدن صفه استعمالها قليل. بينما عندنا نحن الساعات هلا، يعني في خلق لك انا بلا ساعه ما خرج يمشي، ما خرج يمشي، يعني تقول كاني هو عم يمشي على الساعه، هيك صار الوضع. يعني هلا لم يؤثر التطور التكنولوجي على عمل ابو احمد ومهنه الساعات بشكل عام، فالرجل الخمسيني يواكب التطور الالكتروني لحظه بلحظه، وبات يعمل بالأشكال القديمة والمتطورة للساعات. التكنولوجيا بشكل عام بتأثر على طول سلبا وإيجابا. لأن يعني أنت عندك صار ساعات ذكية، ساعة ذكية مثلا بتربط على الموبايل بتعطيك الإشعارات تبع الواتس، يعني في خلاص يشتروها مشان يربطوها، هيك صار. بينما نحن بمناطقنا مناطق زراعية أغلبهم يعني لو معه موبايل بقول لك أنا ما أخرج بهالساعة. التكنولوجيا أثرت على بعض المناطق خاصة المدن. يعني بيجي أنا بيجيني خلق بيقولي غريبة أنتوا ساعة عندكم ساعات، غريبة بصلح ساعات، يعني بيستغربوا وضعنا. معنا يعني في خلق عنا ساعات عندهم غلط ولادهم، الساعة على زمان جده أخذها عطاها لأبوه وهو أخذها من أبوه، بيقول لك أنا هي عندي غالية كتير، أحيانا بيجي ساعة بدي أصلحها اللي قد من كلفت أنا بدي أشتغل، هي ذكرى من أبوي، هي ذكرى من جدي. انا بالنسبه لي بالنسبه للساعات الذكيه انا مواكب التطور، انا بالاصل معي معهد الكترون وبصلح الكترونيات، فانا من مصلحه الساعات الالكترونيه كانت كثير تريحني، قريبه لمصلحتي. يعني انا بالنسبه لي بصلح الكترونيات وبصلح ساعات، وقت اجي شيء مدموج مع بعضه صرت انبسط كثير، وغيري ما بيعرف فيها، يعني مثلا غيري ما خرجوا عليا، انا مواكب الطرفين. يعني اي ساعاتي ما خرجوا صلح ساعات الذكيه، واي واحد بالالكترونيات ما خرج صلح ساعات ذكيه، اما انا اخذ التنتين فبصلح بشتغل فيهم. بالنسبه للعم ابو احمد ما شاء الله عليه، يعني تئن مصلحته بالساعات وبالالكترونيات في امور كثيره البركه، ومقصود من الريف اللي حوالينا، وما شاء الله ما بيصعب عليه شغله، يعني ما بس انه بالساعات مصلح قديم وقدير البركة، ما يصعب عليه شيء طاول ما شاء الله عليه، ومقصود من كل حوالينا الريف، فبالصلاة على النبي عليه ما شاء الله، ومعاملته ساغ وإنسان ما شاء الله عليه تقصده، يعني لو اضطر الأمر بيرجع من البيت لهون ليمشي لك أمرك،